موضوع الوايت ستون بريتج، جسر وايت ستون أو قنطرة وايت ستون. الفكرة من هذه القنطرة أنه ينطيني مجموعة مقاومات، طبعا هذا الشكل اللي يكون تكون به، ينطيني مجموعة مقاومات مثلا 4 مقاومات ينطيني، بالنص يكون جهاز جولفانوميتر هو اللي يقيسها، من خلالها يقيس بهذه القنطرة. هاي المقاومات اللي ينطيني اياها مثلا هنا يجي ينطيني قيمة R1 ينطيني قيمة R2 ينطيني قيمة R4، اكو مقاومة واحدة فقط مجهولة يريد استخرجها، يعني هاي الفكرة من عنده انه استخرج للمقاومة المجهولة فقط واحدة، ينطيني المقاومات كلها قيمها، فقط مقاومة واحدة مجهولة اني استخرجها. زين نجي على القانون، قانون شلون؟ قانون يكون حسب الرسم، يعني مثلا هنا عندي R1 و2 و3 و4 الفولتية ما لي علاقة بيها، اما اقول R1 على R2 نقول R1 على R2 تساوي R3 على R4، او اقول R1 على R3 تساوي R2 على R4. يعني من اطبق اجي احل، اما احل هالاتجاه او هالاتجاه نفس الشيء، اذا اقول R1 على R2 R3 على R4 اللي هو هذا القانون، او R1 على R3 1 3 2 4 نيناتهم نفس الشيء. هذني هسه الفكرة من عنده شنو؟ استخرج المقاومة المجهولة. شلون استخرجها؟ طرفين في وسطين بس تطلع عندي المقاومة المجهولة. طبعا ينطيني الرسم، بالسؤال ينطيني الرسم ويقول لي find مثل R4 ويوزنج، ينطيني باستخدام الوايت ستون بريدج. هسه هذا مثال يوضح الفكرة. مثال يقول لي find R1 find R1 يريد R1، منطيني رسم هنا رسم R1 مجهولة، هو يريد R1 منطيني R2 20 ohm و R3 15 R4 60، منو اللي يريدها؟ يريد R1. يعني ما يحتاج احفظ قانون على الرسم، بما انه انا اريد احل هيج او هيج نفس الشيء. هسه نبدي نقول R1 على R2 او نقول R1 على R3 نفس الشيء. هسه هحلها، اول شيء نبدي R1 على R2، نقول R1 على R2 تساوي لي R3 على R4 من الرسم، R1 على R2 R3 على R4، اجي اعوض قيمهم، R1 هو اللي يريدها، اذا شنو انزلها؟ R2 ايش قد قيمتها؟ 20 ohm. R3 ايش قد عندي؟ 15، و R4 هي 60، هذه R4 60. هسه شو نسوي؟ طرفين في وسطين، نقول 15 في 20 تساوي R1 اللي هي في 60 مضروبة. 15 في 20 ايش قد؟ المفروض هاي تجي هنا حتى يصير نسحب R1، أنا مو أريد R1، R1 تساوي من أريد المجهول أقسم على منه؟ أقسم على الويا، أقسم على الويا المجهول، أقسم على منه؟ أقسم على 60، أضرب 15 في 20 300 على 60 اختصار ينطيني 5 ohm. إذا قيمة R1 هي شنو؟ 5 ohm. هسه لو أجي أعكسها وأطبق أقول R1 على R3 R2 على R4 تطلع لي نفس الشيء، لازم 5 ohm. هنا منطينيها بالأوم، فعادي إذا انطالي كيلو أوم أحولها إلى أوم، إذا انطالي المقاومة كيلو أوم أحولها إلى أوم. شلون؟ نضرب في 1000، من الكبير للصغير نضرب في 1000، أضربها في 1000 يلا أحولها. هسه ناخذ مثال ثاني، هذا الهوم وورك، يريد find R4،
منطيني R1 اللي هي 2، و R2 4، و R3 4، و R4 هو اللي يريدها. رسمي شوية مخربط بس موجود بالملزمة واضح. يريد R4 منطيني قيم ال 1 2 3، مجهولة هي الفور. نفس الشيء أقول R1 على R2 تساوي R3 على R4. R1 شقد منطينيها 2، R2 شقد منطينيها 4 تساوي R3 4 على R4. طرفين في وسطين، 2 في R2 اللي احنا نريدها، يعني R2 2 او 2 R2 نفس الشيء. احضره مباشرة، 4 في 4 16. R2 تساوي نقسم على الويل، العفو R4، هاي غلطت، R4 نقسم على الويل المجهول، من المجهول R4 اقسم اذا على 2، 16 على 2 وينطيني 8 اوم. زين لو اجي اطبقه اعكس هذا، ما اقول 1 على 2، اقول 1 على 3، شوف ينطي نفس النتيجة، لازم نفس النتيجة ينطيني. نقول R1 على الوان على 3، بالعكس هنا حليت 1 على 2. R1 على R3 تساوي لي R2 على R4، 1 على 3 و 2 على 4. الوان شقد؟ الوان قيمتها 2 والثري قيمتها 4 والتو قيمتها 4 وفور يريدها. طرفين في وسطين، نفس الشي راح تطلع R4 بمن مضروبة بالاثنين، R4 2 في تساوي 4 في 4 جيد 16. إذن R4 تساوي لي 16 على 2 أقسم على الويل المجهول وينطيني 8 أوم. إذن شنو طلع؟ نفس الناتج، هذا هو نفسيته، هذا يعني هذا القانون أو هذا نفس الشيء، والقانون ما يحتاج حفظ على الرسم، هذا على هذا وهذه مقاومة على هذه المقاومة أو بالعكس. بس هي هاي فكرة الويت ستون.